السلام عليكم. هذا المحاضرة بتاعتي عن الديفلوبمنتال سكيلز الجايين. الديفلوبمنتال سكيلز الجايين هيكون وايد سبيكترم وايد سبيكترم وستابيلتي في البيئات اللي يجي جوه. It includes fragile dislocation and subluxation. Dislocation is complete loss of articulation between the femur head and the scapula. Subluxation is partial loss of contact. It also includes hip instability, means that the hip is inside but can be dislocated and can be subluxated. It also includes shallow acetabulum and teratogenic hip dislocation. Teratogenic hip dislocation is type of developmental hip dislocation which has a definite cause. If you have a definite cause for the dislocation, so it is a teratogenic. It occurs usually before pairs and include genetic syndromes like Larsen syndrome, Weyland-Danlos, also include arthrogryposis, congenital multiplex, and neurological disorders such as meningeal C. يبقى الهيب ديسلوكيشن في الفرانك ديسلوكيشن الكلاسيك والسبلكسيشن هيب انستابيليتي ريديسلوكيتابول سبلكسيتابول شالو استابلان اند تراتيشنال ديسلوكيشن ريبيديولوجي اند ريسك فاكتورز. ذيس ريسك فاكتورز شود بي نون, ده عشان هنحتاجها بعد كده في لما نيجي نحدد انا عيان انا طفل حضرتك هتضطر تعمل له سكريننج الكتروسونوجرافي البيز. هو ال دي دي اتش 1 بال 1000 لايف بيز في ميل تو ميل ريشيو 2 تو 1. It is common in first born child family history. الفاميلي هيستري ده ريسك فاكتور, يعني لو في واحده تقول لك انا ابني ابني او ابن خالتي او كان عنده خلع في المفصل ولسه والده, المفروض انت تقول لدكتور الاطفال لازم تعمل له الترا ساوند. الريسك فاكتورز اللي هو الفاميلي هيستوري, يقول لي هيدرانس بريتش برزنتيشن. البريتش برزنتيشن بيبقى فيه فليكشن وادكشن اوف ذا هيب, وده بيخلي الهيب يبقى غالبا فوق ديسلوكيشن. ايه الايتيولوجي بقى بتاع الدي دي اتش؟ اول حاجه الكلاسيك اللي هو الكلاسيك, يعني ايه؟ يعني عيان طفل في ديسلوكيشن ويز نو كوز, مفيش كوز, كلها فيوز ريتش برزنتيشن. قلت هيدرابيوس في ميل عشان الريلاكسين هرمون, نو ديفينت اوف كوز. ده الكلاسيكال دي دي اتش اللي احنا بنشوفه معظمنا. في تراتوجينيك ديسلوكيشن بتلاقي في سبب, يا اما جينيتك ديس اوردر وسندرومز زي الهيلاندانوس الحاجات اللي فيها الجيمنتس لاكسي والارسن ديبوسس اللي هي الكولاجين واللارسن سندروم, وانترا ادراهيم فاكتورز ممكن تؤدي الى تراتوجينيك ديسلوكيشن اللي فيها تراتوجينز, وفي نيوروشيال ديس اوردر زي المنجوسي. التراتوجينيك ديس اوردر بتبقى فيري ديفيكالت تريت لانها بتبقى ريجيد. انت لما بتشوف عيان ارسل دايبوسس بتلاقي انه الفود ديفورمتي فيه بتبقى فيري ريجيد, ممكن يكون معاه مالتيبل ديفورمتي في الجوينتس, والهيب ديسكيشن بتاعه بيبقى غالبا ايريديوسر. يبقى الاتيولوجي هو الدي دي اتش الكلاسيك والتراتوجينيك. التراتوجينيك جينيتك سندروم والانترا دراين والنيولوجيكال ديسكورد. لو جالي الطفل عنده ديسلوكيشن اوف ذا هيب, اول حاجه لازم اشوف الديفلوبمنتال الكلاسيك والتراتوجينيك. ايه تاني ممكن يقطع الطفل؟ انه يكون بوست انفكشن جاله سيبتيك ارثرايتس, هو في الحضانه يسحبوا عينه من الفيبر الارتري يحصل بيرسنج للكبسول ويحصل سيبسس ويحصل سكندري ديسلوكيشن في الهيب. ارثر دايبوسس وان اوف ذا تراتوجينيك ديسوردرز تشمل الابر موتور نيورون, بنشوف عيانين سيريبرال بولسي عشان, بس طبعا ده بيحصل في سن متاخر شويه,
عندهم فليكشن وادكشن ديفورمتي في الهيب، فده يخلي الهيب ممكن يخلع ويبقى بارليفيك هيب ديسلوكيشن. دور موتور نيرون تشمل البوليو والمينيجيوسيوم. تشوف عيان بوليو في سن متاخر نتيجه برضه الويكنس اوف ذا افكتورز، يبقى في عنده فليكشن ديفورمتي، عنده ادكشن ديفورمتي، لايبل فور ديسلوكيشن. سبيسيفيك اوف انجليجنت ريال كيسز، ساعات بتلاقي في تيومر مال الاستغلال الانيزمال كونسيست او صرفه في الاستغلال نفسها وعملها سكند ديسلوكيشن. فمش كل ديسلوكيشن ديفلوبمنتال، في جزء اكبر ديفلوبمنتال، جزء منه تراتوجينيك فيري ديفيكولت تو تريت وريكارنس ريت عالي، في انفكشن وبوست تروماتيك داريه، وفي باراليتيك ديسوردرز وسبيس كوبيليشنز. الاسوشيال كونديشنز اللي ممكن تلاقيها مع الدي دي اتش التورتيكولاس طبعا هو كونجنتال هرموني، اي كونجنتال هرموني يكون اورثوبيديك او اذر سيستمز، يعني ممكن يكون معاك كونجنتال هارت ديزيز، كونجنتال دينا ديسوردرز. في العضل هتلاقي التورتيكولاس ميثاس اتاكس ممكن يكون اسوشيال معاها تلبس الكوينو فيروس او ني سلوكيشن، خصوصا في العيانين اللي هم الاسوفيبوز. احنا عارفين ان الاستابلم او الهيب جوينت بيتكون في 7 ويكس انتراتوراي. الاستابلم الاستابلم والهيد بيفورم فروم ذا سيم ذا كانبل سيلز في الاسبوع السابع، يحصل السيباريشن بينهم في الاسبوع ال 11. السيرك نيوكلس اوف ذا بروكسيمال فيمر بتظهر على 4-7 شهور، ودي لها انديكيشن في حالات اللي لما تيجي تعمل تطلب العيان اكس راي. امتى تطلب العيان اكس راي؟ بعد ما غالبا السيرك نيوكلس يكون متكون عند 4-7 شهور، قبل كده ما تشوفوش صعب تطلب اكس راي او صعب تحكم على اكس راي. لها فيوز معينه، لكن الالترا ساوند هيبقى له دور كبير جدا في 4-7 شهور. البصل For normal development of the head, showing the head should be inside the stomach. This will result in normal development of the head and the stomach. If the head of the femur is out of the socket, there is certain soft tissue and bony changes will occur. Here, soft tissue is the most tassel في head dislocation. بنقسمهم عشان تبقى حافظهم muscles. وكبسول وليجامنت انتيريس والبولفينا واللمبس والترانسفيرس استغلال. دول السوفت تيشو. ايه اللي بيحصل في المسلز؟ كل المسل فايت. الهيب ابتاكتورز، الهيب ابتاكتورز اي دي دي تايت. الاليسوس تندون تايت. وطبعا عشان بيعدي على الكبسول فعمل حاجه اسمها هاور جلاس كونتراكشن اوف الكبسول. الهيب ابتاكتورز انسفيشنت عشان البروكسيمال مايجريشن وبرضه تايت. الريبتس هيموس طلع من الانتيريور انفيريور يونك سباين من الاستابلم شورت. كل دول لازم يتوروا عشان تصلح التشنجز اللي حصلت. ده المسلز. الكبسول بتبقى ريلاندنت وادهنت، ادهنت ايه؟ ادهنت الاليم تطلع فوق وتلزق على الاليم. وهي نفسها ممكن تلزق على انترويتس بتاع الايه؟ الهيب. تيجي تدخل الهيب الكبسول لازق على الهيب على الاوبننج بتاع المستشفى. الليجامنت ابتيريس سكند ولونجيتد يطول مع الهيب، الهيب طلعت وهو طالع معاه. ويبقى فيكتنج. ما ينفعش ترفع ترجع الهيب وتسيب الليجامنت ابتيريس، لازم تشيله. في حالات الهاي ديسلوكيشن ممكن ما تلاقوش. يعني هو سكند ونجيتد في كل الحالات ما عدا ان عندك هاي هيب ديسلوكيشن ممكن تلاقيه اتروفايد او مش موجود اساسا. تيجي تفتح تيجي تدور على ليجامنت ابتيريس ما انتش لاقيه. ايه اهميه ليجامنت ابتيريس في العمليه؟ حاجتين اثنين، اولا هو بيبقى سكند وديفورمد ولونجيتد فانت يو هاف تو ريموف. الحاجه الثانيه ان هو بيعرفك مكان الترو استابلم اللي انت لما تيجي تقطع الليجامنت ابتيريس بتاع الهيد تمشي وراها
توريك تو استخدم في بعض الحالات اللي هي بتبقى نجلتد وبتبقى ريجيد في التراتوجينيك ديسلوكيشن. ممكن في واحد ما يعرفش كده الاستخدام. تعرفه ازاي؟ تعرفه بالليجامنتوم تيز. تمشي وراه هو طالع بين الانفيرو ترانسفيرس استنال بس في تحت. البول فينال اتيز الفايبر فاتي تيشو انسايد في الاستخدام. الاستخدام فاضيه بس مش مليانه هواء. مليانه فايبر فاتي تيشو وهاف تو ريموف. الليمبس اللي هو الانفيرتد ليبرا. مش بس انفيرتد ليبرا، انفيرتد ليبرا الليبرا لما الهيب تطلع الليبرا المفروض ان هو ده واحد من الاستابيلتي للهيب جوينت. لما الهيب تبدا تطلع يبدا يبقى انفيرتد في السبلكسيشن. لما الاستوكيشن تطلع فوق اكتر الهيب تزق لتحت يبقى انفيرتد. يبقى اول حاجه الليبرا بيبقى نورمالي هو حاجه بتنتين الهيب استابيلتي. في السبلكسيشن يبقى سلايتلي انفيرتد وبعدين لما يحصل ديسلوكيشن يخش لجوه، يخش لجوه يبقى واحد من الحاجات اللي تمنع ان الهيب تخش لجوه، فلازم ايه؟ تعمل لها ريدي انسيجنز هتضايقك. ينفع تشيله؟ ما ينفعش تشيله. لانه واحد من اللي بتأدي يؤدي الى الاستابيليتي اوف ذا هيب، وواحد من المسؤولين عن الجروس والدبس بتاع الاستابيليتي اوف ليتر اون. فينفعش تشيله لكن تعمل فيه ريدي انسيجن. الترانسفيرس استابل ليجن يبقى سكند وبولد اب، سكند وبولد اب الليجامنت اوف ديز برضه واحد من الديفورمينج فورس. يو هاف تو ديفايد الانفيرو ترانسفيرس استابل. لو ما شدتوش ما يحصلكش انفيرو لومنج للاستابل وتبقى الهيب مش نايمه كويس جوه. الانفيرو ترانسفيرس استابل ليجن يو شود بريزيرف التوتال هيب اكسوبلاستي بس يو شود اكسايز او انسايز في الايه؟ في الهيب ديسلوكيشن. ده اكزامبل لل سوري اكزامبل ل البولفيدا اللي هو الفايبر فاتي تيشو انسان زي استابلا اللي هو ده دي الاستابلا ده الفايبر فاتي تيشو هاف تو موف ده اللي جابت كمتيرس طالع من تحت ده الليبر وده الكبسولة الاديشنز اللي بتبقى الاديشنز اللي بتبقى تحت الليبرم وعندها حاجه اسمها الليمبس. كبسول من الديستوكيشن بيبقى الوجيتد دايموند. التيريز ميجر او الليجامنت تيريز الليجامنت تيريز بيبقى الوجيتد مع الديستوكيشن. ده نورمال هيب ده المفروض الليبرم طبيعي عامل بيزود الديبنج اوف سي استابل. في السبلكسيشن يبدا يبقى انفيرتد يطلع لفوق شويه. تزيد السبلكسيشن يطلع لفوق اكتر. كبسول دالدنت. يبقى ديسلوكيتد يبدا ينزل لتحت. يبقى انفيرتد في حاله الديسلوكيشن. الترانسفيرس ليجن استابل ليجن بيبقى سكند وبولد اب لازم تو ديفاين. ده صوره للسوبر ستيبل وهي معديه على الكبسول ماسكه في الريسبتور كارتر اللي طالع لفوق ودي طالعه معاه زادها الكبسول انتيريولي عامله هو الترانسفيرستراكشر كانها مقسمه الهيب جوينت لتو ديفيجنز واحد لاترال واحد ميديال. لو انت ما عملتش ديفيجن للسوستولوم مش هتعرف تدخل الهيب ده جوه. قافل السلك عليك. الترانسفيرس ليجن بيبقى هايبرتيفايد وبولد اب. لازم ان انت تشيله او تعمل له انسجن. وانت بتعمل له انسجن ممكن يحصل شويه بليدنج لان هنا في برانش من الاوبتيريتور. لو مش هتمشي مش هيحصل لك انفيرو لومين في الاستابلر والريدكشن بتاعك مش هيبقى ايه؟ ساتسفاكتوري. البلفي فيمورال ماسلز كلهم شورت اللي هم الابداكتورز والابداكتورز والريكتس فيمورز. عشان كده انت لازم تعمل لو انت هتعمل لوم ريدكشن
لازم تعمل ادكتور تروما على الاقل ادكتور لونج بس، ولازم تطول الريكت سبونس. ما تعملش حاجه في الادكتور. سوفت تشينجز قلنا في سوفت تشينجز بتحصل في الماسلز وفي الليجامنتس اللي هي الليجامنت انتيريس وفي الكبسول وفي الليبرم وفي بون فينا كمان في بون تشينجز تحصل في الفيمر وفي الاستابل نتيجه في الديسلوكيشن. الفيمر يحصل ليج ابيرنس في السيرفيكس وبتبقى سمولر ان سايز. بيحصل في الفيمر انتي فيرجن وبالكس تشينجز. لو انت سبت الهيد ديسلوكيت فتره طويله اكثر من 3 أو 4 سنين يحصل حاجه اسمها كوكسا مالما تكبر في الحجم ما فيش كنترول للجروس بتاعها. او عيان ريكارد تيجي تفتح عيان معمول اتعمل له عمليه كده وما عرفش اللي قبلك او حصل ديسلوكيشن تيجي تفتح عشان تدخل ما تعرفش تدخل ليه؟ حصل كوكسا مالما بيحصل اوفر جروس للهيد في الحالات اللي هي ريكارد وفي حالات النجلاكتيف. بول تشينجز اللي ممكن تحصل تاني الاكتيفيرجن بتاع الاستابلان بيزيد، هي نورمال الاستابلان اكتيفيرجن 10 درجات لا تزيد. تزيد فما يبقاش عندك كفرج للهيد انتيريو وسوبيريو. لما يزيد الاكتيفيرجن خصوصا في السن الكبير مش كونسيدر استابلان استابلان. مفيش الا استابلان طبعا. دي دي اتش موضوع موجود في مصر كتير وموجود في اليمن وفي فلسطين وفي الكويت. الناس اللي اشتغلت في السعوديه والكويت هتلاقي فيها عينين كتير قوي واليمن ومصر فيها نسبه برضه. لو احنا العيان بتاع دي اتش ده ما حدش خد باله منه واتساب ما تعملوش حاجه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الديسلوكيشن ده لو ما فيش فرصه استبلم يعني لو هي طلعت فوق وما عملتش استبلم جديده مع ليليا مش هيحصل تاني. لو الديسلوكيشن حصل وحصل فرصه استبلم هيحصل تاني. ايه العيانين اللي يحصل لهم فرصه استبلم وايه اللي مش هيحصل لهم محدش عارف. يعني ممكن عيان يعيش طول عمره لغايه ال 70 سنه بالديسلوكيتد هيب ومش بينفول وعنده رينج في تلندنبير جيت وفي وادلين جيت لو بايلاترال بس ما عندوش بين طول عمره ما يكونش عنده بين. ليه ما يكونش عنده بين يا دكتور؟ عشان ما فيش استبلم ما فيش فرصه استبلم. لو في فرصه استبلم هيبدا في بين ويحصل اسفايس. السبلكسيشن احسن ولا الديسلوكيشن؟ السبلكسيشن كلهم معاهم بين. الديسلوكيشن في جزء منهم ما فيهوش بين. لو ما فيش فرصه استبدال. لما السبلكسيشن كلهم بيحصل لهم بين ويحصل لهم ديجنريتيف تشينجز. طيب لو احنا سيبنا عيان زي ده كده يونيلاترال هيب ديسلوكيشن ايه اللي هيحصل له؟ هيحصل له التشينجز دي. الليم اللي هي ديسلوكيت هيحصل فيها فليكشن وابلكشن ديفورمتي. ابسيلاترال فالجاس النيل اللي هي في الناحيه الديسكريت بتبقى فيها فالجس وممكن يحصل فيها ديجنريت تشينجز. الكونترالاتر نون هيب هيبقى ديسبلاستيك. لما يحصل ديسلوكيشن هيحصل لك بيلفيك اوبليكتي نتيجه اللي عندك لينز ديسكريبنسي. البيلفيك اوبليكتي على طول يحصل سكوليوزس. يبقى ليه الراتر ديسلوكيشن لو سبته اولا هو ممكن يبقى بينفول لو حصل فرصه استغل وممكن يبقى بينلس لو ما فيهوش فرصه استبلم. بس هو حتى لو مش بينفول هيعمل لو مش بينفول هيعمل لك الاوبليكتي وهيعمل لك استيتوسس وهيعمل لك فالجاس ني وهيعمل لك كونترالاترال ايه؟ ديسبليزيا وسهيب نتيجه البيلفيك اوبليكتي. لو انت سبت واحده زي دي واحده عندها 80 سنه 80 سنه ديسلوكيتد هيب بايلاترال ما عندهاش بين ما فيش فرصه استبلم. بس يبقى في وايد برينيا مسافة كبيرة. التوكانترز بروميننت بيحصل لهم في
كوليكشن في البلفس فبيحصل كومبنساتوري نمبر لوردوس بتبقى اكسجينيتد ممكن تعمل لهم بكتيريا. السبلكسيشن اوحش حاجه المنظر ده. السبلكسيشن لازم يكون فيها هيب ديسبليزي يعني اسيتابلر ديسبليزي، يبقى السبلكسيشن لازم يكون معاها اسيتابلر ديسبليزي. كلمه السبلكسيشن لازم شرط ميه من مصرها، وده اوحش واحد. يبدا الست او الراجل خصوصا الستات اكتر من الرجاله يشتكي من مين؟ على غير ال 30 في خلال 10 سنين 40 خلاص عاوزه توتال هيب. ده لو سبت السبلكسيشن ما عرفتوش. بالمحاضره بتاعت تامر اللي هي هاو تو بريزيرف الهيب فور مور سكسس. يعني ايه اسيتابلر ديسبليزيا؟ يعني الشيرت لاين سليم. الشيرت لاين سليم. بس عندك شويه اسيتابلر ديسبليزيا. شالوا اسيتابلر. دول احسنهم ودول ممكن يحتاج ان يحصل لهم اسايتس على سن 60 تيجي تحصل متاخر شويه. تاني يبقى انا العيان اللي عنده ديسبليزيا يجي له بين لو عنده فرصه سابقه ومفيش بين في لو مفيش سرعه سابقه. يونيفرال ديسبليشن ابيلتي كومبليتي سكوليوزس يحصل بين لو في فرصه سابقه. بلد الديسكيشن يحصل بين لو في فرصه استخدام، مفيش فرصه استخدام مفيش بين. ومعاهم لمبر لوزز. السبلكسيشن لازم يكون معاه استخدام ديسكيشن. ودي اوحش حاجه. ده هو السبلكسيشن. اما استخدام ديسكيشن بس ما يبقاش معاه سبلكسيشن، يكون فيها شنت باين سليم. دي واحده عندها 86 سنه في السلايز اللي فاتت، عندها بلد الديسكيشن مفيش فرصه استخدام ما عندهاش بين. ثالث ما تعملتهاش عمليات. لو واحدة عندها سبلكسيشن ديسربشن في الشنطة لاين واخد بالك 45 سنة سيفير وسط اسفلس. ده لو ما عملناش حاجة في الدي دي اتش تيجي تعمل لهم ايه بقى؟ واحد عنده 15 سنة مخلوع ومع تعمل له ايه؟ ممكن تعمل له حاجة اسمها بيلك سبورت اوبريشن. تكسر الفيما هنا عند الليفل بتاع الاسكالاتي بروستي وتعمل له ادكشن وتعمل الزاوية دي قال يعني الحتة دي بتسبورت البيلز. ماشي الحال. او تعمل له بقى التوتال هيب وتعمل بقى فيمورال شورتنج وتعمل الصوت واللونج ستيم والكلام دوت وتكونستراكت الاستابلم. وده مش تقول لي يا ولد. ده مش شغال يا شغال يا مش شغال يا شغال حبيبي. الدايجنوزس كلينيكال وراديولوجيكال. كلينيكال اكزامينيشن انت المفروض تفحص الضغط الدني ميت يونيت لسه موجود وقالوا لك تعالى افحصه عشان في تي دي اتش. هتفحصه من فوق لتحت فروم ذا هيد تو لان هو ده كونجينيتال انوم ده ديفلوبمنت ده ديفلوبمنت ده ممكن يكون معاك كونجينيتال اي حاجه كونجينيتال كونجينيتال هارت كونجينيتال رينال ممكن يكون معاه هيدروكيفلس ممكن يكون معاه سباينا بافيلا ممكن يكون اصلا كونجينيتال انومالس ولازم تفحصه نيورولوجيكال ممكن يكون سيريبرال بولس تشوف الريفلكسز المور والحاجات دي ولازم تفحصوا لوكال لوكال انسبكشن بالبيشن كاشن انسبكشن هتشوف الاسيميتك سكين فولز هتشوف الستاتس دي بعد كده وتشوف الرينج اوف موشن هتلاقي فيه ليميتيشن اوف ابداكشن في الهيم الافكتد وفي سبيشال تيست اللي هي البارمس والاوتولات دول مهمين قوي زي ما تعرف والناس كلها بتتلخبط فيهم برضه هو الاستاذ وده التلميذ برضه هو اللي اول واحد يشتغل برضه زي ما انت شايف اولا لازم تفحص الطفل وهو كارد في ووم اتموسفير ويبقى بريست فيد كويس الطفل ما هوش بيعيط ما هوش متشنج عشان ده محتاج
ريلاكسيشن. بتهولد البوس سايدز ات ذا سيم تايم، بتعمل فليكشن في الهيب 90 درجه. بتحط الهاند اوف ذا اكسامبل يبقى على البالم على اليمين، السم على الابر ميديال اسبكت اوف ذا سايد، والميدل على جريتر بروكاردري. انا بمسك الرجل بايدي، البالم ماسك النين، ايدي على الابر ميديال سايد، وصابعي الفور فينجرز والسر ميدل على جريتر بروكاردري. ده هو البالم. اورتولاني بيعمل العكس. ايه بقى بارلو؟ بارلو بتدي ليه 90 وديت الاثنين مع بعض، بس يو شود اكزامين وات هيب ات تايم. يعني ما ينفعش تعمل الاثنين مع بعض، تمسك الاثنين بس تعمل واحد بس، وان ليج از اكزامين ات تايم. ازاي تعمل بارلو؟ مش كده وخلاص، لا، لازم حاجتين اثنين وتقولهم، اللي هو هيب ابدكشن وفي نفس الوقت دايركت بريشر فانك. يعني ايه؟ انت بتعمل ابدكشن وفي نفس الوقت صبعك الميدل فينجر بيزق الايه؟ التروكانتر لجوه. يبقى ما حدش يقول ان البالوز هو حاجتين اثنين، لازم تعملهم الابدكشن والدايركت بريشر. ايه اللي هتشوفه؟ هتشوف اودبل كليك، كليك ولا كلانك. هي الفكره كلها ان انت يو شود فيل something going inside the stomach. لو انت بتعمل الابدكشن من الزوق هتحس بحاجه دخلت جوه. ايه اللي دخلت جوه دي؟ الفيمورال هيد. So it is an audible and palpable. Audible and palpable. Clamming. Feeling the hip go inside the stomach. لو ما قلتش feeling the hip go inside the stomach، تست مش مظبوط. لان في حاجه اسمها فورس بوزيتيف، ممكن تعمل كده ابدكشن تلاقي فيه صوت، ويكون ده السنابي ان ليه الصوص بيعدي على لسه الكرنتا فبيعمل صوت. فالكليك بالصوت بس، لا ده مش بص مش بص بالبرد، لازم تحس ان حاجه داخله جوه. يبقى فورس بوزيتيف لو كليك في حالات اللي هو الاسنابيك سندرومز. الفورس نيجاتيف يعني ايه؟ يعني ايه فورس نيجاتيف؟ يعني لايك ديسلوكيتد بس انا مش عارف ارجعه. ده بنشوفها في حالات الترتيشن ديسلوكيشن، اصلا هو انت مش عارف يرجع، او بعد ست شهور خلاص عدى عليه الوقت. يعني ايه بوزيتيف تيست؟ يعني ديز ريديوسابل ديسلوكيتد هيب، او ريديوسابيلتي تيست. التيست ده بيعمل ايه؟ بيتيست ريديوسابيلتي اوف ا ديسلوكيتد هيب. تمام؟ تيجي بقى للتلميذ بتاعه، التلميذ بتاعه زود عليه بقى ان هو بيحاول يخلع الهيب، بيحاول يخلع الهيب. فنفس الايد محطوطه، الصم محطوطه تجاه، بس بتعمل ادكشن وبيزق بالصم الابر ميديا ساعة عشان عاوز يفلح، وعاوز يخلع الهيب من مكانه. فتسمع برضه اودو البلو والكلام وفيلينج ان الهيب جوينج اون سايز استر. بص التست معناها ان الهيب جوه بس التست ديسلوكيتابل، الكام بي ديسلوكيتد. بعض الناس في الامتحان بعد شهر مذاكره العظم مذاكرته قليله، تيجي في الامتحان ما انتش فاهم، ما انتش فاكر انهي واحد بيخلع وانهي واحد بيدخل. ف اورتولاني بيبدا بحرف الاو وهو عاوز يعمل الهيب اوت، فاورتولاني اوت اوف ذا استر. بارلوز مين؟ اورتولاني، اورتولاني او اوت. بس عشان لو حد يفتكر بس. العكس العكس انا ما اعرفش يعني الاورتولاني تيست اوف الاورتولاني بتدخلها لجوه بره تطلعها لبره. لا ده شور بره مسكين اورتولاني اوت ده 100%. المهم من ضمن الحاجات اللي بتشوفها، لان اورتولاني اوت ديت محاضره، يعني اورتولاني ده في فيديو لو دخلت على يوتيوب وكتبت اورتولاني هيتصرح لك فيديو وهو اورتولاني بيعمل او تلامذته بيعملوا ويقول لك ان اورتولاني اوت. من ضمن الحاجات اللي بتعملها في الفيزيكال اكزامينيشن الشورت ليج. مش عاوز ايه؟ مش بتاعك ليه؟ المهم يبقى شورت ليج
ليميتيشن اوف ابداكشن. ليميتيشن اوف ابداكشن وبتلاقي اكسترا فيز. تريازي تيست تريازي ساين ده بيبين لك الشورتنج اوف ذا فيمر. يبقى في الكريسس في اكسترا فيز وفي حاجه اسمها اسيميتريك سكين فولز. اكسترا فيز يعني في ناحيه السكيتل بتلاقي فيه كريس زياده. وطبعا اسيميتريك سكين فولز. راديولوجيكال اسيسمنت الترا ساوند لغايه 4 6 شهور ده ايديا. واكس راي اكتر من 6 شهور وسي تي سكان وسونوجرافي. الالترا ساوند ده ريلايبل وبتريتو ديبندنت وتشوف ده روتينلي او على الاقل في الهايز. في بره في النمسا مثلا وبعض اجزاء وفي المانيا اي طفل مولود لازم يتعمل له بريفيك الترا ساوند. في مصر مفيش الترا ساوند روتيني. بس انت وانت في مستشفى فيها دكتور نساء او فيها اطفال لازم تقول لهم يا جماعه اي عمود طفل مولود لازم نعمل له الالترا ساوند. او على الاقل لو هتطلب حاجه تطلبه من الهاي ريسك اللي هم البيتش والولجا هيدرامنوس والايه والفيرست بورن والفاملي هيستوري وفي ميل ازاي ولو فيها فاملي هيستوري. الالترا ساوند ده اللي اشتغل عليه واحد اسمه جراف في النمسا وده اشتغل على حاجه اسمها ستاتيك الترا ساوند. يحط بيعمل فلاشه في 90 ويحط البروب لازم تشوف المنظر ده. ده الاليوم وده الليبرا دي الابداكتورز ماسلز والسكين هنا ده الروف بتاع الاستابيلا ودي الفيمور هيد. بعد كده بتشوف الديس لاين اللاين ديس لاين لاين تانجنشال الاليوم ولاين مع الاستابيلا الروف سموا دي الالفا ايجن. كل مكان الاستابلم ده ديب الزاويه دي تزيد. كل مكان الاستابلم ده شرق يعني يطلع هنا مثلا الزاويه دي تقل. فالالفا انجل بتبقى في حدود 60 درجه. لما تقل تعرف ان انت على شرق استابلم. على فكره الالفا انجل دي هي المكمله للاستابلم الاندكس. وده انا بيتا انجل. البيت انجل اللي هو بين البيس لاين والايه والليبرا. ماشي. ده الصوره اللي المفروض تشوفها، يعني اللي هو بريتو ديبندنت بس انت يعني لازم يبقى انت ليك برضه وجهه نظر، يعني لازم تشوف الفيلم ده في الصورة. ولازم تشوف الاليوم وتشوف التنجنشال بتاع الروح بتاع الاستابلم وده الايه؟ الليبرا والزاويه دي وتستي ودي، دي 60 ودي 55، الالفا 60 والبيتا 55. برضه تشوف الصوره دي. ده الاليوم ده الليبرا وده الروف. المفروض ان الجراف ده عامل كلاسيفيكيشن قال لك ان الزاويه 60 لما تبقى اقل من 40 يبقى ديسلوكيشن. البيتا عكس 55 ولما تزيد عن 80 يبقى في ديسلوكيشن. الاكس راي بتشوف الحاجات دي. راديوجرافيك فيتشرز ده نورمال ديب وده سكيت ديب ودي لاينز ده الهيلينجرايدرز لاين ده البيركنز ده الاستابلر لاين ده شيلتون لاين. ايه هو الهيلينجرايدر؟ ده اللاين ده بس ريزولتري في سوبيريور اسبكت اوف ذا ما ينفعش اي حته ما ينفعش هنا ما ينفعش الانفيريور هو السوبيريور اسبكت اوف ذا ريلي كارتج لاين ريزولتر على السوبيريور اسبكت اوف ذا ريلي كارتج ما ينفعش الانفيريور وما ينفعش النص. ده بيسبب كريفرنس للبيركنز وللاستابلر لاين. ايه هو البيركن؟ البيركن ده لاين بيرمنديكولار على الايه؟ على الهيلينجرايدر. من اي حته؟ من الاوتر موست اسبكت اوف ذا استابلر روف. من يعني اخر حته في الاستابلر روف نازل خط بيرمنديكولار على الهيلينجرايدر ديت اللي هو البيركنز. المفروض يدي لك 4 كومبارتمنت. 1 2 3 4. الهيب لازم تبقى نورمال هيب لازم تبقى في الانفيريور ميديال كومبارتمنت. لو في الابر ميديال تبقى سبلاكسيك. لو في اللور لاترال تبقى ديسلوكيتد. لو في الابر لاترال تبقى هاي ديسلوكيشن. الاستابلر انجل دي انجل بتقسم ما بين الاستابلر اللي هو تنجنش الاستابلر روف مع الجرايندر. المفروض تبقى 30 درجه وكل ما الاستابلر بيبقى ماتيور بتقل. لو زادت يبقى عندك شيل استابلر. شيل اللاين اللي هو ايه؟ شيت اللاين اللي هو اللي فيه البوردر اوف سوبر تنس اللي هو ده مع الانفيرميديال اسبكت اوف ذا بروكسيمال فيمر. انفيرميديال ده الشيت اللاين
يبقى disrupted في حالات الايه؟ dislocation. سوري في right hand اسمه reverse shunto. reverse shunto ده اللي هو ده اللي هو ده من الاوتر ايليم على الايه؟ على السوبيريو لاترال اسبكت اوف ذا نيك. ده اسمه ريفيرس شنتو. برضه ده ديسربت في حد تشيله. في عندك شنتو وريفيرس شنتو. السنتر ايج عندي دي تقريبا ماشي الحال اللي هو من السنتر اوف ذا هيب والبريديكولر وسنتر اوف ذا هيب والاوتر ايج. تبقى 25 ولو اقل من 20 بتبقى ديسلوكيشن. فيروس انفيوز بياخد فيوز والهيب ابدكت 45 وانتينر زاد 25. اي بي فابدكشن 45 وانتينر 25. المفروض ان اللاين بتاع الفيمر يمشي مع الترن الكارتريج. لو بيخبط في الاليم يبقى ده ديسلوكيشن. كل ده يسموه ارثوجرافي. ايه الرول بتاع الارثوجرافي؟ الارثوجرافي ده يعني كان مستخدم كتير جدا زمان. دلوقتي مستخدم في بعض السنترز بيستخدم بره مصر يمكن في مصر مفيش حد يستخدم اصلا بس ممكن تستخدم في الامتحان. الاندكيشن بتاعته ان انت عاوز تكونفيرم الهيب ريدكشن بعد ما بتعمل كلوز ريدكشن في الجروب اللي هو انت مش هتعمل له ريدكشن. انت داخل تعمل العيان عنده ست شهور لسنه عاوز تعمل له كلوز ريدكشن فعاوز انت في اوضه العمليات تؤسس الريدكشن بتاعك تقوم جاي حقن الارثوجرافي وتشوف الريدكشن بتاعك عامل ازاي. بيحقن 2 3 مللي دايودين 35% سواء كان انتيريولي او سوبيريور فاهم. بيدخل سباينال نيدل مع السوبيريور ويتنوا ماشي لغايه ما يخبط في الاليوم وبعد كده يقوم جاي عادي ايده وداخل على الاستقبال ويحقن 2 3 مللي. السوبيريور الاحسن لان لو حصل اكسترا بوزيشن مش هتضايقك لكن انتيريور ابروتش اهو دخلت ايده لقدام وحصل اكسترا بوزيشن ممكن تضايقك في الصوره ما تعرفش تشوف كويس. ايه هتشوف ايه في الارثوجرافي؟ اربع حاجات. فيبرال هيد كفرج تايم اوف ليبرا ميديم دايبولينج كابسول ديستنشن. ده اكزامبل للارثوجرافي في ميديم دايبولينج. داي دي مش المفروض تشبه النورمال كده. زياده اكتر من 5 7 مللي ميديم دايبولينج ده خلاص بول برودوسس لازم تعمل اوبر ريدكشن ده ما ينفعش فيه كروس ريدكشن. وتشوف الكابسول ديستنشن ده المنظر فيو لاترال فيو بتاع الارثوجرافي. ده عيان الارثوجرافي ممكن تبين لك التايب اوف ليمبس هل هو انفيرتد ولا انفيرتد يعني ستابلكسيشن. النورمالي ده نورمال بتلاقي الليبرا اهو كويس وتمام التمام ومفيش ميديال دايبولينج والكابسول ديستنشن كويسه وكل حاجه. هنا في ميديال دايبولينج اللي هو ده والليبرا بالاسود ده شوف انفيرتد وداخل جوه الاستر بلوكينج فبيقسموا الليمبس او الليبرا على على الارثروجرافي اللي هي انفيرتد وانترميديت ده بلانتد اوت وتيرند اوت يعني طلع لفوق ده انفيرتد وفولد ان وعامل بلوكينج والتاني انترميديت. السيت سكان دوره ان انت لو عامل العيان اوفر ريدكشن او كلوز ريدكشن عاوز تشوف ريدكشن الاكس راي ممكن ما تبقاش باينه كويس من الجبس ما تعرفش تعمل لها انتربتيشن. تعمل له سيت سكان تعمل له سيت سكان تشوف الايه؟ ان الفيمر مع الكلاديك كارتج وتشوف كمان الجوينت سبيس المفروض ان هي تبقى برضه ميديال كلين سبيس في السي تي تبقى من 5 7 مللي اكتر من كده يبقى انت بور بروجنوست. المانجمنت ستريتش الايم ان انت تعمل كونسنتريت ريدكشن لانك انت من غير ما تعمل كونسنتريت ريدكشن مش هيحصل نورمال ديفلوبمنت والبيتر ايرليا والبيستر في النيو بور. المهم سيبنا السؤال اللي ده يعني بتديك سكيمة سريعة بس هنقول التفاصيل فيها شوية. ان هي من 6 شهور بتلبس البافل هارنس من 6 ل 18 كلوز ريدكشن او اوبر ريدكشن من 18 ل 36 اوبر ريدكشن 3 ل 8 سنين اوبر ريدكشن ومعاها استبدال الاستوديو. مش مشكلة بس من 3 ل 6 شهور بتعمل بافل هارنس 6 ل 18 كلوز ريدكشن. ده مستر بافلي فارمس ده مستر بافلي دكتور بافلي بروفيسور. ده اول هارنس اتعمل. ايه بقى البافلي كارنس ده؟ بافلي كارنس ده الديفينيشن بتاعه ايه؟ الديفينيشن بتاعه اتس ا دايناميك فليكشن ادكشن ريسورسز. في دايناميك فليكشن ادكشن يعني بيسمح بالحركه. في حاجه فيكسد اه فور روزن سبرنت ده فيكسد والكاست فيكسد ادكشن فليكشن ريسورسز. انما ده دايناميك فليكشن ادكشن ريسورسز بيستخدم من 6 شهور من 3 ل 6
بتتمك تحطه لمده 4 اسابيع، انت فرصته 4 اسابيع، لو ما حصلش الجرشه في 4 اسابيع وانت لابس البارن خلاص هتشيله. السكسس ريت 60 ل 80%، من 60 ل 85%، يعني 40% تحط لهم بابا جرس وما ينكحش ليه، فما تزعلش نفسك وتنفعل اهل العيال. اول حاجه بتحط في بابا جرس تحط الشيست ستيلر اللي هو ده، بتلفه حوالين الشيست على الجنب اللاين وتربطه كريس كروس من ورا عشان يحصل سليبج الحمامه، واخد بال حضرتك؟ بعد كده بتحط حاجه اسمها ليج ستيرب اللي هو ده، بتربط الاثنين من تحت الني، تربط الاثنين برضو. وبعد كده الايه الحاجه الثالثه اللي هي الايه الفليكشن ستراب اللي هو ده، ده الفليكشن من الانتيريور سيد لاين ماسك هنا، ده لما تشده يعمل فليكشن في الهيب اللي ورا من عند السكابر لاين، لما تشده يعمل لك ابدكشن. ده عشان يقول لك ان انت ما ينفعش تحط بابا جرس وتشيله حتى قبل الحمام، ما ينفعش تشيله وما ينفعش ان العين يغير اللي هو لابسه. فالام بتلبسه وتغير له وهو موجود، بتشيل حاجات بكباسين بتتشال وتتحط من غير ما الراجل يتسال، لان هو معمول عشان يرجع الهيب. فشيله وحطه ما شافش فايده. انت بتحطه في العيان اللي هو ريديوسر اللي هو بيرجع. لو عيان ما بيرجعش ما ينفعش يبقى خلاص. وبعدين بعد ما تحطه هتتابع العيان كل اسبوع ومرتين في الاسبوع بالالترا ساوند ماشي كويس، والالف عندي اللي بتتحسن والبيتانج اللي بتتحسن يبقى الدنيا ماشيه كويس. لو واد صغير من 0 ل 3 شهور وحجمه صغير مش عارف يلبس الدبل دايفرز، ده تلبسه دبل دايفرز او ممكن تحطه في روزن سبليت. ايه مشاكله؟ واحد يقول لك في الامتحان ايه الكومبليكيشن بتاع البابل كارنس؟ ده ممكن يحصل كومبليكيشن بالتكلم. ايه بقى؟ فيمورال بولز. لو انت عملت فليكشن عشان 90 درجه. طب واد عنده 3 4 شهور تعرف ازاي اللي جاله فيمورال نير؟ الواد هو في البابل كارنس عمال يضرب في ركبته. اول ما الطفل يبدا يبطل يضرب في ركبته تعرف ان حصل له انجري للفيمورال نير، مفيش الكوادرسبس ما بقاش شغال. فيمورال نير. لو انت عملت فليكشن كتير ممكن يحصل لك انفيريو ديسبيكيشن. الحاجه الثانيه في حاجه اسمها بابل ديزيز هو فلاتنج في البوست لاتر الاسد. لو انت قعدت 4 اسابيع والهيب ديسلوكيتد خلاص غير الديسيجن بتاعك. يعني بتابلاي بابل كارنس وتعمل الترا ساوند، لو هو ريديوز بتكونتينيو، لو هو ريديوز بتعمل بقى كوز ريدكشن او دكتور تموت او تشوف او تعمل اوفر ريدكشن. لو 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 ريديوز بس يعني مش ستيبل ممكن تحط فيكسد اللي هو الكاست، ممكن تحط الكاست. برضه ادفيرس سابلاكسيد 4 اسابيع ستيبل ماشي الحال. طبعا سابلاكسيد يعني البيش الطفل سابلاكسيد هتشوفه بعد كده هتشوفه تلبسه دبل دايبرز لقيته ستيبل خلاص، انت عملت سابلاكسيشن انا هتلبسه هارمس، الهارمس بقى ستيبل خلاص سابلاكسيد هتشوف اوفر ريدكشن. لو هو ديسلوكيتد بس ريديوسبل هتلبس الهارمس، لو مش ريديوسبل هتعمل اوفر ريدكشن تشوف ايه السبب. لو ريديوسبل هتلبس الهارمس ريديوس بتحطه فول تايم. بعد كده نو ديسبليزيا خلاص، ديسبليزيا تحط فابتكشن بالنصوص عشان تحسن الديسبليزيا. لو مش تديوز بعد 4 اسابيع مش 2، بعد 4 اسابيع بتعمل اوفر ريدكشن. مانجمنت 6 و18 اللي هم بقى ايه يا جماعه اول مره تشوفه عند 6 شهور مش هيلحق البابل كارنس، او انت حضرت بابل كارنس والعيان بعد 4 اسابيع ما رجعش. هتعمل له اتاك بروتوني بيربوتينيس وتعمل كورس ريدكشن. ده الدور بتاع هنا بقى الارثولوجرافي. عاوز تشوف بقى ايه الهيب كويس ولا مش كويس؟ تشوف الداي بولينج وتشوف الليبرا انفيرت ولا مش انفيرت وكسر ديستنشن. وتعمله على 6 شهور لما يبقى في سيت اناسيس. ادكت بروتين بالفيتنس. ادكت بروتين والكاست. ايه بقى لما تحط الكاست تحطه الكاست ده بتحطه في ابدكشن زيه زي الهاردنس. بتحطه في ايه؟ في فليكشن وابدكشن. في سيف زون في رمزي ديت ايه؟ اللي هي دي ده السيف زون اللي هي بين الرينج اللي بيحصل فيه ديستوكيشن وال 20 درجه الاخرانيين في الابدكشن اللي ممكن يحصل معاهم الباسكال نيكروز. فبتحطه وزين 20 درجه من الابدكشن عشان ما يحصلش الهيب هنا. وما تحطوش طبعا في الريش بس في ديسلوكيشن. يبقى الوضع بتاع الجبس في الايه في السيف زون خالص. لو عملت اوفر ابدكشن هتدخل عامل في ايه؟ في هيب هنا. ده شكل الكاست بعد ما العام بياخد انستيزيا بتعمل له دكتور تروتو بتحطه الكاست بالمنظر ده.
بعد القصد عملت ابسولوجرافي ما عندكش ابسولوجرافي يبقى هتعمل ايه بقى؟ هتعمل بعد العمليه هتكون بيعمل سي تي سكان. ما عشان تعرف بقى ما فيش فايسز موجوده في 3 شهور. السي تي سكان هيقول لك هو اللاين بتاع الفيمر ماشي مع الكارتج ولا لا، وعندك الميديال جوينت سبيس اقل من 5 مللي موجود اوت كام اكثر من 7 مللي هتفكر تعمل اوبر ريدكشن. دي سكيما ايه؟ العينين اللي هم مش هينفع فيهم ايه هو الاوبر ريدكشن بقى؟ الاوبر ريدكشن عاوز تدخل ايه جوه؟ ايه الانديكيشن؟ انستيبل هيب. يعني عشان تدخله جوه في الهارنس او في الكاست عاوز تجيب ادكشن كله، ما ينفعش تحط ادكشن كله او ما اعمل اوبر ريدكشن. او انستيبل هيب عينيه تراتوجين ما بيرجعش اصلا. او عملت له رجعته وعملت له سيت سكان لقيت ان في ميديا جينيسيس اكثر من 7 مللي، خلاص هتعمل اوبر ريدكشن. ممكن تعمل تراكشن في حاله الدي دي اتش لما يكون اقل من 3 سنين. قال لي من 3 سنين واخد بال حضرتك عاوز تنزلها شويه بس ما عادش حد بيعمل لها تراكشن دلوقتي يعني. الابروتش بتاع اوبر تراكشن يا اما ميديا بلوتوف او انتيريو. الميديا الابروتش بتاعه هو بيدايركت بيأتاك على طول دايركت الابروتش اللي سواء في الترانسفيرس الادفانتج ان انت ما ينفعش تعمل معاه استبل استوديو. ما ينفعش بعد سنه. ما ينفعش تعمل كبسول ما بتشوفش كبسول كويس. بتفي ريسك الاف ان عشان الميديا سيجار سكوت فدي ديسادفانتج للبلوتوف. الابروتش بتاعه بيخش ما بين اللوكس والجراسيلس ميديالي وتحت جوه بيخش ما بين البيفس والماكنس اللي هو الادكتورز. السميث بيترسون ده ابروتش مهم ومعظم الناس بتعمله. ممكن تعمل ارثولوجا كابسولوجي ممكن تعمل ديفيكوسيتو من خلاله ما فيش اف ان كتير ما فيش اف ان خالص تقريبا. الادفانتج ان انت يبقى ديفيكولت ان انت تشوف الجلوكس بتاعك. الابروتش ما بين السارتوريوس والسيركاتشيراتا والسبريت الايه؟ الابوفسز و بتشوف اللاتر كونيز كونيز نيرف سوسايد هذا الفايتر بتكون سيركريس بتكون سيركريس والديف والباب وبعد كده هو. مثلا ده عيان ده الايه اللاتر كونيز نيرف سوسايد ده كده انت فتحت ايه لك بوكس بعد سكيس كتير استشو هتقوم جاي لاقي ايه لك بوكس هتقوم جاي فتحها بالمشرط في النص. النص اللي بره ده بتعمله بوب اب تشيله بالبروسر هيطلع ومعاه الايه كتير استشو فاشيات وتكمل بين التوسو فاشيات والسارتوريس. هتظهر لك ثلاثه سورس هتايدنتيفاي التوهيت بتوعها وتطولهم او تعمل لهم ديفيجن من عند الانسيرشن بتاعها وتجيب السورس تندم بلانتلي برايت انجل عند البلفيك ريم وبعد كده تخش على الكبسول تفتح التي شيب بتاعك. المهم انسان زي كبسول شفت الكبسول بتشيل بقى كل الحاجات اللي احنا قلناها في الاناتومي بتشيل البولفينال وتعمل ريجنسيشن في الليبرم وتشيل الجامينتا بتيليس وتقطع الانفيرو ترانسفيرس سيرلينت وتعمل ريدكشن وبعد كده تعمل الكبسولات. المفروض ان انت تعمل بعد كده تيست اوف ستابيليتي هنقوله بعدين ناجح. كبسولوجرافي ايه تيست اوف ستابيليتي بعد ما ترجع الهيب انت عاوز تعرف تعمل ايه بعد كده؟ فبتاخد الفور رينج اوف موشن. اولا لو هو ستيبل الهيب ستيبل في ابدكشن بس يعني ترجع عشان يبقى كويس وستيبل تعمل اكسل لودنج ما بيرجعش يبقى تعمل له فيروس الصوت. لو هو ستيبل في ابدكشن وانترنتيشن بتعمل فيروس ديوتيشن. لو هو ستيبل في فليكشن يعني مش هتيو كفرج تعمل له سلطه تعمل له بيلفيك الصوت. لو هو رومي استبل عاوز تصغرها تعمل له حاجه اسمها ديجا او البيبرتون او القلبي استبل بلاستيك. الفيمر الاستوديومي انديكيتد في العيين بتوع الدي دي اتش بعد 12 شهر عشان بروبر ومور كونتينمنت للفيمر الهيد ات ذا ليفل اوف ذا ريسبتور كارد. ده صوره العيان معمول له فيروس استوديومي. ساعات في بعض الناس تحط وايرات وبعض الناس ما تحطش بعد ما تعمل اوفر ريدكشن ده يعمل اوفر ريدكشن ويقول يدخل بعد كده يعمل له ايه الديروتيشن. عيب الديروتيشن ان انت عيب الفيروس عيب البروكسيما تيوب الاستوديو وانت عملت فيروس كتير هيحصل لك شغل. فالترند الجديد دلوقتي ان انت تقلل الفيروس على قد ما تقدر. اقل درجه فيروس الديروتيشن ماشي. ده عيب اكزامبلز عيانين مثلا دي دي اتش وتعمل له اوبر ريدكشن وبعد كده شلت الواير وعملت له استوديو ولحم برضه ده اكزامبل تاني. ماشي يا حبيبي. بيلفيك السوتوم في دي اتش انديكيتد طبعا انواعهم ايه؟ انواعهم حضرتك
في ريكونستراكتيف وفي سالفج. ريكونستراكتيف اللي هو في منه ريدايركشن وريشيرنج، والسالفج استهيل وانكار. ريدايركشن بتغير الايه، بتغير البوزيشن بتاع الاستابل، بتلف الاستابل كلها، بتهنج على حته بره الاستابل، بتهنج على السيفتس جيوز. الريشيرنج بتغير شكل الاستابل، بتهنج على نفسها، بتهنج على التريلر الكارتج اللي هو الليجا والميمبر تو القلب. ريدايركشنال ماشي. ري شيبنج اللي هو الميمبر تو الليجا والقلب، دول بيتشنج المورفولوجي باي تشنج ذا شيب اوف ذا استابل. لازم ديسكريت الماتشور لانه بيهنج على التريلر الكارتج. السالفج اللي هو بيبقى بنسموه في الانكونجرنت هيب في الكيان، والشيلف اللي هو الاستهيل. في حاجه اسمها ريموديلنج. الاستابل ده بيبقى شل عند سن سنه وفي الديسلوكيشن، لما تدخل هيد جوه بيحصل استابل ريموديلنج عليه. الباور في الموديلنج فظيعه لغايه سن 18 شهر، بعد كده بتقل بعد 18 شهر، بس التنام كامله لغايه سن 4 سنين. فلغايه 4 سنين يمكن ما تعملش استابل ريموديلنج، لان في باور في الموديلنج بتحصل. بعد 4 سنين مش هيحصل استابل ريموديلنج، لازم تشتغل بيلز، لازم تشتغل بيلز بالسولتر. سولتر انا هفضل لكم ثلاث دقائق هكمل مره، حاولوا بسرعه. سولتر ده على 3 6 سنين وانت تعمل كده ابروتش، كل حكايه انت هتقلب الانر تيبل لجوه، تحط هرمونات على الجلد ست بونش وتفوت ديك لسو برايت انجل، وتقطع بديك لسو بزاويه 45 درجه من الجلد ست بونش للانتيريور انفيريور اليك سباير، تقطعها عملت كومبليت السولتر بديك لسو. بعد كده تمسك تاو كليب وتشد الديستا فراجمنت وانت حاطط العامل في فيجر 4 ده ونوردر لاترال، هيبان لك الفيلتر تحط فيه الايه؟ البونجرافت بتاعك. حط البونجرافت وده انستيبل استيوتومي فلازم تحط وايرات اللي هو ده. ده صوره للايه؟ ده صوره لعيان معمول بسولتر. ده اللي شديتها ونزلتها وحطيت الوايرات بتاعتي. طبعا لما تحط الوايرات لازم تحس تدخل صبعك جوه الاستابلر وتتاكد انه في شويه بنتريتنج للاستابلر قبل ما تعمل ريدكشن، انت بعد ما تعمل السولتر لازم تتاكد انه في شويه جوه، وبعد كده تعمل ريدكشن بتاع الهيب وتفك السولتر بتاع ده. اكزامبل لعيب معمول له سولتر وفيروس ريديشن برضه، ده اكزامبل سولتر. الديجن ده بيقطع الانر والاوتر تيبل زي الممبرتو بس اقل منه شويه، بيقطع الانتيك ويقلب بيهنج على ايه؟ على التريلر الكارتج. ده الديجن، ويحط بون جرافت في الحته دي يا اما بلوك تريجنر بلوك ارتفيشال بول او بياخد اللي هي كريستال. ده اكزامبل للايه؟ للديجن. ده عيان معمول ديجن. ايه الديجن بيتعمل ازاي؟ بتعمل ازاي؟ بتقوم انت بتدخل عيان وعندك شلو استابلر، تقوم جاي مدخل استيتوب سنتي فوق الايدج بتاع الاستابلر، والسوق بيكون عريض 2 سنتي، وتقوم جاي مدخله اندر ايمج مات الموسر للتريلر الكارتج، وبعدين تقوم جاي مرسل الاستيتوب. هيطلع لك ديفكت هنا في التريلر، تقوم جاي راشد البوم بلوك هنا خلاص خلصت العمليه، ما تاخدش نص ساعه. ده العيان بعد ما حطوا له البوم بلوكر. البمبرتون اكتر شويه من الدجل، نفس القصه برضه بينزل وبيحط بوم جرافت، بيقطع الانر تيبل وبيقطع الاوتر تيبل، وده شكل الجرافت اللي بيحطها، وده عيان معمول له بمبرتون ومع فارس برضه. قلبي ده بقى ما بيجيش تحت الانر تيبل، بيقطع بس في الاوتر تيبل، بيقطع في الاوتر تيبل ويحط بون جرافت، يعني يجي على سنتي فوق ال سنتي فوق الاستابلر ويقوم جاي عامل سطري وما يوصلش بقى الانر تيبل، بس كله اوتر، وجاي قلب الاستيتوم وحط بون جرافت في الحته دي. ده اكزامبل للعيان معمول له قلب، مفيش حاجه جوه. ستيل ده ريدايركشنال سطري اللي هو تريبل، بيقطع اللي السول ميكريمس والاسكال تشوبروستي، ويقطع ويعمل سلطه ويلف الجزء ده الهنج بتاعه هنا اللي بالسلطه بس عليه. ده اكزامبل اللي عامل معمول له تريبل السلطري سلطه وسوبير ويسكال، ويتثبت ويحط بون جرافت ويتثبت بورا زي ما انت عايز. كاري ده سالفج السلطري، واخد بال حضرتك؟ قال قبل كده الكونتر انديكيشن بتاعي ايه؟ انت ما بتعملش عيان كاري لو هو فيه ارثرايتس، مفيش جوينت سبيس، او فيه ليبر ارتيريا بتختبر ارثرايتس، لازم تصلح الليبر ارتيريا الاول. ده الكيان
ده ميديال ديسبليس بتاع الصوت. لازم الصوت يكون في انجل، يعني الكهال يجي الصوت من فوق الماكس مش يستنى انت من الاخر يسيب الكبسول انت عشان الكبسول ده انت بوز. ما ينفعش الصوت يبقى كده، لازم يبقى دايركت ابور عشان لما دي ديسبليس لجوه يبقى في كفرج للهيد. لو ده حصل برضه ما زالش شغال، يبقى لازم الكومبليتي لفوق يبقى الصوت بيانجل والليفل ما يبقاش عالي وما يبقاش واطي خالص، والديجري اوف ديسبليسمنت على الاقل ندخلها جوه سم سنتي ونص عشان تعمل لها كفرج كويس. ده اكزامبل لعيب معمول له صوت كيان خسره ودخله، وده الحته اللي هي البروكسيمال بقت هي اللي عملت زي كده. المفروض ان بعد كده الكبسول يتحول لفاك وكفرج. ده اكزامبل لعيب معمول له صوت كيان يستاهل. ده شيف وستوتري بياخد بون كرافت ويقوم جاي فوق الاستلم بسنتي وعند الليش على الاستلم عامل الاستوتري سنتي جوه واخد عرض من الكريست ورشه كانه عامل ايه شيف. سهل عمليه سهله مفيش حاجه، بس ده ايه ساندويتش. جلسه دي عمليه صعبه جدا، بيكسر زي ما قلت لك الان بس بيسيب الايه؟ بيسيب البوستيريور كولوم سليم ويريد الريت كل الاستلم. ده اكزامبل اللي عامل جالس. ده جالس. جالس شوف بيعمل صوت فين؟ بيعمل صوت من السبيشال سيتومز يطلع للاسكيم ويطلع للسيول كليمس. وده شكل النرفس من جوه، يعني ما اعرفش ازاي هيوصل للحته اللي لازم دي. صعب جدا يا باشا. شكرا.